وتحية طيبة، نتمنى تكونوا في أفضل الأحوال. اليوم غنتكلموا على جوج ديال المواضيع الأساسية. الموضوع الأول وهو زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى البرتغال، والموضوع الثاني وهو الاعتراف الأوكراني بمغربية الصحراء. كنا تبعنا كيفاش أن الرئيس الجزائري تبون حل بالبرتغال، كيفاش كان ذاك الاستقبال؟ أقل ما يمكن نقول عليه بأنه كان استقبالا مهينا لا يليق برئيس دولة العسكر الملحدة. والسبب ديال هاد الاستقبال المهين راجع بطبيعة الحال لأن دولة العسكر هي دولة منفعلة وليست فاعلة. احنا قلنا أكثر من مرة بأن دولة العسكر تقلد المغرب في كل صغيرة وكبيرة، كتحاول تتبع خطوات المملكة المغربية خطوة بخطوة. وقلنا في السابق بأن المملكة المغربية والدبلوماسية المغربية هي دبلوماسية مؤثرة في محيطها، بينما دبلوماسية دولة العسكر كتعتمد ردود الأفعال لا أقل ولا أكثر. شفنا هذوك اللي استقبلوا الرئيس تبون في البرتغال، ما كان فيهم لا الرئيس البرتغالي ولا الرئيس وزراء البرتغال ولا حتى وزير خارجية البرتغال، كانوا مجموعة ديال الموظفين من السلك الدبلوماسي الجزائري. وبطبيعة الحال هذوك اللي كيسهروا على أمن المطار، ماذا يعني هذا كله؟ كيعني بأن البرتغال ما باغاش أي علاقة مع دولة العسكر الملحدة. والبرتغال بطبيعة الحال وصلت هذيك الكلمات ديال تبون اللي كان كيتفاخر وتباهى على البرتغال، وقال بأن الديمقراطية البرتغالية بدات من الجزائر. اكثر من ذلك عرفوا الهدف والغايه ديال مجيء تبون على اربع. تبون جاء الى البرتغال يحبو، عرفوا علاش جاي؟ جاي لان تبون بغى يفسد كل الاتفاقات بين المملكه المغربيه ودوله البرتغال. شفنا كيفاش ان المغرب مؤخرا وقع واحد العدد ديال الاتفاقيات الهامه والهامه جدا مع المملكه المغربيه، وشفنا ان البرتغال دعمت مشروع الحكم الذاتي المغربي، وشفنا ايضا ذاك الملف الثلاثي من اجل تنظيم كاس العالم بين المملكه المغربيه والبرتغال واسبانيا، وشفنا بان جزيره الشبه الايبيريه كلها اليوم تقف وراء مغربيه الصحراء. هذا الشيء كله اقلق تبون، وتبون بطبيعه الحال عمر الشكاره وغادي بمشاريع وغادي بطبيعه الحال باغراءات للبرتغاليين اللي ما بقاوش كيقبلوا هذه السياسه الغريبه والعجيبه والغير متوازنه لدوله العسكر الملحده. الموضوع الثاني وهو المتعلق بالاعتراف الاوكراني بمغربيه الصحراء. شفنا كيفاش ان اوكرانيا من خلال وزير الخارجيه ديالها اعلن من الرباط دعم الحكم الذاتي المغربي، وتفهم بأن الوحدة الترابية للمملكة المغربية كتشبه الظروف اللي كتعيشها أوكرانيا اليوم. وحنا قلنا في واحد فيديوهات سابقة وفي تحليل سابقة قلنا بأن هناك تنسيق بين المملكة المغربية والمملكة السعودية. هذاك الحضور ديال زيلينسكي في القمة العربية لم يكن حضورا هكذا بالصدفة. وشوفوا التوقيت الذي أعلن فيه وزير خارجية أوكرانيا دعمه لمغربية الصحراء من الرباط، وحضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي فعالية القمة العربية، والخروج ديال دولة العسكر خصوصا عن طريق الإعلام ديالها اللي كتعتبر أن المغرب خرج من الحياد، والهدف هو أن دولة العسكر توتر العلاقات بين المملكة المغربية وروسيا. لكن هيهات ثم هيهات، هذا أسلوب قديم لم يعد يؤتي أكله. إذا ماذا يعني هذا الاعتراف الجديد والدعم الجديد لأوكرانيا لمغربية الصحراء؟ هذا يعني بأن هناك تزايد دولي وقناعة دولية بأن هذا الصراع المفتعل يجب أن ينتهي، وبأن الوقت قد حان لطي هذه الصفحة. المغرب بطبيعة الحال إلى صف الولايات المتحدة الأمريكية، وحنا كنعرفوا الولايات المتحدة الأمريكية والناتو هم الداعمون الأوائل للحرب في أوكرانيا ضد روسيا، وبطبيعة الحال أوكرانيا ما غاديش تخرج من الإجماع الدولي. فهي اليوم الموقف ديالها أنا شخصيا كنعتبره تحصيل حاصل، موقف جديد كيأكد
مغربيات الصحراء، وفي نفس الوقت كيضرب دولات العسكر في مقتل اللي كعادتها بغات تصطاد في الماء العكير وتوتر العلاقات ما بين المملكة المغربية وروسيا، إلا أن روسيا بدورها علاقتها بالمغرب علاقة جيدة وطيبة. فمثل هذه الخرجات ديال تبون ولا الأبواق ديالو لن تغير شيئا من الموقف الروسي، لأن المملكة المغربية نجت واحد السياسة متوازنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وإن كانت المغرب تاريخيا هي من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الموقف من الحرب الأوكرانية كان موقفا متوازنا، وهذا الشيء تعودناه في السياسة الخارجية المغربية. إذن أوكرانيا اليوم انضمت إلى قائمة الدول التي أعلنت صراحة عن دعمها لمغربية الصحراء، وبهذا دائرة تضيق على فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي، وبطبيعة الحال تضيق أكثر على مؤسسات دولة العسكر الموحدة اللي كنشوفها بطبيعة الحال اليوم من هزيمة إلى أخرى ومن فضيحة إلى أخرى، بعدما تم طرد تبون من فعاليات القمة العربية وتم التهميش ديالو وما عطاو حتى شي قيمة لا هو ولا مؤسسات دولة العسكر. شفنا ذاك الاستقبال المهين لتبون بالبرتغال، وهذه فيها إشارات دبلوماسية، لأن ديك الأعراف البروتوكولية والبروتوكولات حين لا تحترم فهي بطبيعة الحال فعدم الاحترام ديالها كيكون رسائل موجهة ورسائل مبطنة لمن يهمه الأمر. البرتغال كتقول دولة العسكر طيو هذا الملف وخليونا نفكر في مستقبل المنطقة وفي مصالح المنطقة، ومصالح المنطقة ومستقبل المنطقة لن يكون إلا مع المملكة المغربية الشريفة. أتمنى لك تتفقوا مع محتوى هذه المواضيع، أن تدعموا هذه القناة بالإعجاب باش يوصل الفيديو عن أكبر عدد من المتتبعين. تحية طيبة وإلى لقاء قادم بحول الله.